انا اكلت السكراب قول لي. لا لا ما نعرفش، لو هخبط فيه قول لي. وادي عليك عود بعد طبعا الاسطوانه بدات تتضايق، لكنه دخل وش في وش سياره اكيد هيقطعها وهي بتحاول تقطع المنصب. كمان عصام عبد المنعم عصام داخل بالامرك، حسام قاعد بيتفرج بالكيكي، منصور قاعد هو بيعمل باي باي بالديرينج. اعتقد ده ليه معنى اباحي مش هنعرفه دلوقتي، وربنا يعدي اليوم على خير. الساعة دلوقتي حوالي 1 نروح بقى نشوف زيارة ميدانية. حسام مش بيتفرج في الكيكي، حسام قاعد جنبيه. حسام قاعد جنبي في جنب الكيكي. طب عربيتين هو بيحاولوا يحوروا على الرم. طبعا الكبير كبير، ادي التنين منظور شكلا وموضوعا. طلع بس ربنا يكرمك ان شاء الله زي كرم جابر في الاولمبياد. اطلع ده هدينا اهو في اوبه بالتنين، دي اوبه بالتنين. انت رايح فين يا عبد الله؟ جاي منين يا عبد الله؟ يلا بينا. هو ده حسام بقى بيحاول يصور، بيحاول يقلدني مش هيعرف. والله الله 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 الله، الاسطوانات بتخلص والرام بركة يا جماعه. لو فاتنا الامريكاني مش هيرجع تاني، يا ريت بقى ما يجيش تاني الحقيقة. الله 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 الله، قوة تحمل يا جماعة، يا سلام. ده اللي بتسمى احي بسيق بوزيسكا لوباني. دي جارية مرغان يا جماعة. الله اجري بقى اجري بقى اجري. انت يا رب ترى الشرق، يا جدعان.